بالنسبة إلى قراءة القرآن بالطريقة السلطانية، أي طريقة سلطانية؟ مش السلطانية اللي هي بتاعت الشوربة، ولكن السلطانية نسبة إلى السلطان. كان السلاطين قديما يحبون سماع القرآن بهذه الطريقة، حيث تطال فيها المدود قليلا، ويكون الصوت فيها صوتا رخيما، وهو يشبه ما يسمى بالعصر الحديث أصوات المقامات، ولكن هذه المقامات قبل أن تكون مقامات موسيقية هي مقامات كانت معلومة عند العرب، وبعضهم استفادها من الفرس، ولذلك بعض أسماء هذه المقامات أسماء ليست عربية. وأحيانا نسمع الأذان بالطريقة السلطانية هذه. فيعني الأحب أن الإنسان يقرأ القرآن بالتلاوة، ورتل القرآن ترتيلا بالتلاوة المعهودة المعروفة. لكن من قرأ القرآن بالطريقة السلطانية لا ينكر عليه، أنا حقيقة لا أحب أن أنكر عليه، ليس عندي دليل أنكر به عليه، ولكن لا يقرأ بهذه الطريقة مثلا في المآتم أو مثلا في المجامع، أو أن يتخذها سبيلا للتكسب، لكن إن قرأ بها لا أستطيع أن أنكر عليه، والله أعلم.